الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة أنهت أعمالها في مقر المنظمة الدولية في جنيف يوم الجمعة 3 يوليو بعد أن تواصلت لمدة 3 أسابيع. المشاركون تطرقوا فيها إلى أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، حيث سرد ممثلو المنظمات الحقوقية حالات انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف الدول، فيما دافع مندوبو تلك الدول عن ممارسات حكوماتهم التي تنتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ولتؤكد مملكة البحرين على أن الحوار الوطني شأن وطني خالص ليس من اختصاصات هذا المحفل مناقشته، وتبدي البحرين خيبة أملها البالغ من تضمين البيان مغالطة صريحة حول أعمال الشغب والتخريب الذي افتعلها عدد من النزلاء في سجن جو يوم 10 مارس لإحداث بلبلة وردود أفعال في أثرها. البحرين كانت حاضرة ومنذ اليوم الأول لافتتاح الدورة، وعبر كلمة الافتتاح التي ألقاها المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين. البحرين dozens of detainees have reportedly suffered torture and ill-treatment, including in the Jow prison. And I urge an immediate investigation into these allegations. ولم تغب البحرين كذلك من كلمات مندوبي العديد من الدول مثل إيرلندا وسويسرا وجمهورية التشيك. شكرا السيدة نائب الرئيس. يرغب وفد بلادي بممارسة حقه في الرد على ما ورد في بيانات كل من إيرلندا، سويسرا والتشيك في إطار النقاش العام تحت البند الرابع من جدول أعمال الجلسة. ومع بدء الحوار التفاعلي داخل مجلس حقوق الإنسان، كان حضور منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لافتا خلال الدورة. فأمريكيون من أجل الديمقراطية هي المنظمة البحرانية الوحيدة التي تتمتع بصفة الاستشارية التي يمنحها مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي التابع لهيئة الأمم المتحدة، وهي الصفة التي تتيح للمنظمة التداخل خلال اجتماعات المجلس وكذلك تنظيم ورش العمل وندوات الموازية لاجتماعاته. تود أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين استرعاء انتباه المجلس إلى بعض الأمثلة المقلقة جدا لمثل هذا النوع من الاستهداف في دول مجلس التعاون الخليجي. 20 مداخلة منوعة شاركت عبرها المنظمة في هذه الدورة، فضلا عن ورشتي عمل سلطت منظمة أمريكيون خلالها الضوء على المدى الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين خاصة وفي منطقة الخليج بشكل عام. فقد حظيت البحرين بعشر مداخلات فيما كانت للسعودية 5، وتناولت البقية أوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. نائبة الرئيس، بداية أعزي الشعب الكويتي والحكومة وأندد وأستنكر الاستهداف والتفجير الذي حصل في الكويت صباح اليوم. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وفي سابقة فريدة من نوعها أتاحت الفرصة لعائلة المدون الشهيد زكريا العشيري للتحدث أمام المجلس عن ممارسات التعذيب التي أودت بحياته. السيد الرئيس، بالنيابة عن منظمة أمريكيون للديمقراطية نود أن نشكر سعادة المفوض السامي على التعبير عن قلقه بشأن ما يحدث في سجن جو في البحرين، حيث يتعرض السجناء المحتجزين على خلفية تهم تتعلق بحرية التعبير للوفاة نتيجة للتعذيب، وهذا ما حدث لزوجي المدون في شؤون حقوق الإنسان زكريا العشيري. فيما تناولت المداخلات الأخرى التضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والقيود المفروضة على حرية التعبير والعمل السياسي وسياسات التمييز الحكومية ومحاولات طمس الهوية البحرانية لأهل البلد الأصليين. My name is Hussein Abdullah and I'm the Executive Director of ADHRB and will be moderating today's discussion. تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، نظمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وبمشاركة كل من معهد البحرين للديمقراطية والحقوق ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، نظمت ورشة عمل حول المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. Report and you can find it outside this room that we have interviewed former inmate of Jow prison and actually some of their family members and came with some of the findings and recommendations. وهي الورشة التي كشفت فيها المنظمة عن تقريرها الموسوم داخل سجن جو والذي شرحت فيه معاناة المعتقلين في هذا السجن.
Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain. نشاط حقوقي دؤوب لم يستطع وبد سلطات البحرين مجاراته إلا بترديد ذات الادعاءات حول احترام البحرين لحقوق الإنسان ومحاربتها للإرهاب، وهي الادعاءات التي لم تعد تقنع أحدا من أعضاء المجلس سوى أولئك المدافعين عن النظام ممن تربطهم به مصالح اقتصادية وعسكرية. طبعا من هذه القاعة، قاعة مجلس حقوق الإنسان، وأمام اجتماع كل الدول شاركنا في كلمة تحت البند الرابع، وذكرنا فيها آخر المستجدات والانتهاكات اللي قاعدة تحصل في البحرين، وعلى رأسها الاعتقال لنبيل رجب ولشيخ علي سلمان، الإسقاط الجنسيات من 128 شخص، أحكام الإعدام اللي صارت هي بريكنج ريكورد، أربع حالات صارت عندنا السنة مقارنة بالسنوات الماضية. ففي كل ملف يبدو أن البحرين قاعدة تتجه بتحطيم الأرقام في كل شيء. على الجانب السعودي، كانت لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ورشة عمل حول حقوق المرأة في السعودية، وهي الورشة التي شارك فيها العديد من الناشطين المحليين والدوليين، كما وأطلقت خلالها المنظمة تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في السعودية. This is a follow-up report on the implementation of the Special Rapporteur on Violence Against Women and its causes visit and recommendations and visit to the Kingdom in February 2008. السيد الرئيس، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تود لفت الانتباه إلى توصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة بعد زيارتها للسعودية في 2008. كما كان للمنظمة خمس مداخلات خلال اجتماعات المجلس تطرقت فيها إلى انتهاك حقوق المرأة في السعودية والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان كالمحامي وليد أبو الخير والمدور رائد بدوي، وكذلك حول أوضاع المعتقلين في السجون وأحكام الإعدام التي تصدرها السعودية بحق القادة السياسيين وفي طليعتهم الشيخ نمر النمر. مداخلة المنظمة حول هدم السعودية للأماكن المقدسة في البلاد أثارت حفيظة مندوب السعودية الذي قاطع الكلمة، إلا أن رئاسة المجلس رفضت مقاطعته وأوعزت المنظمة بإتمام مداخلتها التي حظيت بتأييد من لدن المندوب الأمريكي. We therefore call on the government of Saudi Arabia to facilitate points of order. Please state your point of order. Saudi Arabia and then United States. الرئيس، سيد الرئيس، نطالب من سعادتكم إفهام المتحدث أن يستخدم لغة لائقة تجاه حكومة بلادي، وشكرا. Okay, there is no further comments. I would indeed the US. Thank you, Mr. President. We believe that the speaker's statements are in line with the current agenda item, and we ask that the speaker be able to go forward with the statement as they were delivering. Thank you. At this point, so you get the floor back to finish your statement. Thank you, Mr. President. We therefore call on the government of Saudi Arabia to facilitate a country visit by the Special Rapporteur on Religious Freedom to conduct an independent assessment of these demolitions at the earliest possible date. Thank you. اليمن كانت في سلم أولويات منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إذ كانت أول منظمة حقوقية تطرح المعاناة الإنسانية لأهل اليمن في ظل العدوان السعودي، وعبر مداخلتين لناشطين يمنيين تحدثا باسم المنظمة. السيد الرئيس، تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لفت انتباه المجلس إلى الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني في التدخل السعودي في الشأن اليمني. مداخلة حسين عبد الله، الرئيس التنفيذي للمنظمة حول القيود المفروضة على حرية التعبير في قطر، أثارت انتباه المراقبين، خاصة مع تسليطه الضوء على الحكم بالسجن لمدة 15 عاما والصادر بحق الشاعر القطري محمد العجمي. مثلا، يقبأ حاليا طالب الآداب والشاعر القطري محمد العجمي في زنزانة انفرادية منذ 4 سنوات بسبب قصيدة عبر فيها عن إرادة الشعوب، حيث ألقت عليه الحكومة القطرية القبض واتهمته بقلب نظام الحكم فقط لقصيدة ألقاها. فيما لم تغب انتهاكات حقوق الإنسان في كل من الإمارات والكويت عن اهتمامات المنظمة، وعبر مداخلتين كانت إحداهما للناشط الحقوقي الكويتي نواف الهمداني. بالتعاون بين منظمة أمريكيون لأجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمة كويت واتش لحقوق الإنسان، نود التشديد على أن هناك العديد من الدول قدمت توصياتها حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت. نشاطات المنظمة لم تقتصر على المداخلات وورش العمل، بل شملت لقاءات مكثفة مع ممثلي العديد من الدول
ومع عدد من المقررين الأمميين الخاصين، فضلا عن التواصل مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف. حراك حقوقي مكثف في المحافل الدولية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، يهدف إلى جلب أنظار المجتمع الدولي إلى الكم الهائل لانتهاكات نظام الحكم في البحرين للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة من يقف وراءها. Le mécanisme est de principe relatif aux droits de l'homme au sein de la société conscienne.